اخوان السلام عليكم، كيف انتم؟ اهلا، يمكن نتمنى من الله سبحانه وتعالى دائما تكونوا بخير. اخوان، اليوم غنبارطاجي معاكم ان شاء الله جميع الفيديو جميع من فيديوهات ان شاء الله، ولا او مشاهير اللي كيعطوا رايهم حسب زياده الاسعار في المواد الغذائيه. الفيديو السلام عليكم. والله ما بقيت فاهم شي لعبه بالرب، والله ما بقيت فاهم شي حاجه بالله. فين هي هذه المعارضه؟ عباد الله، فين هي هذه المعارضه؟ فين هي السلطه الرابعه اللي هي الصحافه؟ انت واحد ما كيهضر صاحبي، انت واحد ما كيهضر، كلشي ضارب الضم صاحبي، وكل نهار كتفيق كتلقى تزاد درهم جوج دراهم. عباد الله، شنو واقع؟ انا ما بقيتش فاهم والو، شنو واقع صاحبي في هاد البلاد؟ لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله. السلام عليكم ورحمه الله. خوت، انا اليوم قررت غادي نهضر وما غاديش نبقى ساكت، واخا كاع كلشي الناس ساكتين، الناس مشهورين، لانفيونسور ساكتين، الناس كيضربوا عندهم مع شحال ديال اليوفي والمشاهده وكذا. راه بزاف الاخوان، والله حتى بزاف بالله، راه ولي جيم وكذا وساكتين، ولكن انا اليوم غادي ندوي. الخوت، هذا الشيء اللي واقع ديال دنيا باطمه ومحمد ترك، الطلاق، الخيانه، كذا. واش اخباركم بالله؟ راه كيستحمرونا، واش اخباركم بالله؟ راه كيستحمروا الشعب باش حنا نساو غلاء الاسعار. دنيا باطمه، الوقت اللي دابا خصها تدوي على غلاء الاسعار وكذا، هي عاد بان لها الطلاق وبان لها حق الخيانه الزوجيه والمحاكم وكذا وكذا. علاش؟ حيت هي ما مضروراش، حيت هي كتدخل العاقه، هي في ليله واحده تقدر تدخل 40 مليون، هي في ليله واحده تقدر تدخل 30 مليون، هي في ليله في سهره واحده تقدر تدخل 100 مليون. ولكن حنا كشعب كفئه فقيره هشه، ما عندناش ما ناكلو عباد الله، ما عندناش. اللهم اني قد بلغت. اخوان، يد وحده راه ما كتصفقش، يد وحده راه ما كتصفقش. الاخوان، كل شيء يهضر على حقه، كل شيء يهضر على غلاء الاسعار وباحترام، والله والوطن والملك. وكناشدو كناشدو عاهل المغرب الملك محمد السادس نصره الله باش انه يدخل ويدير لنا شي حل. حنا راه ما بقيناش قادين على هذا الشيء، حنا راه ما بقيناش قادين على هذا الشيء، حنا راه بزاف علينا هذا الشيء، حنا راه كنولينا صافي كنمدوا يدينا. ما كان شي واحد تقول لي اخويا شري لي خبزه ما ناكل، ولكن راه هذا الشيء راه بزاف. ها الاخوان، هذا الشيء راه بزاف، راه صراحه راه بزاف. والله العظيم دابا دنيا باطمه ومحمد ترك دايرين ضجه في المغرب، وطاطاطاط وخيانه، وكتبكي ويس بريس كيدويو عليهم، والصحافه كيدويو عليهم، والانفلونسور كيدويو عليهم، وكل شيء العالم مالو دنيا باطمه. دنيا باطمه الله يسهل عليها، غتطلق الله يسهل عليها، ما تفهمش مع راجلها. راه ماشي اول وحدين غيطلقوا، راه العالم كامل مطلق، راه كل شيء كيطلق، كل شيء كيطلق، كل شيء اللي ما كيفهمش كيطلق. ولكن الوقت اللي خصنا حنا ندويو فيه على غلاء الاسعار، وندويو فيه على هاد العيشه اللي ولات مدلوله في هاد البلاد هادي، وما بقاش العيش الكريم، نضنا حنا دايرين ضجه على دنيا باطمه ومحمد ترك. وفيقوا الاخوان، وبارك ما تخليوهم يستحمروا فيكم. اللهم اني قد بلغت، اللهم افشهد، وعاش الملك، وعاش الملك، وعاش الملك، الله الوطن الملك. ولا خوتي، غادي نقول لكم انا كلشي تزاد، كلشي تزاد. بغيت قد لبي درهم ونص، مشيت ناخذ كلينكس ديال التلاعب في الحساسيه، ولف كناخذها بدرهم، كاد زاد غير لي درهم ونص، قعدو بجوج درهم ونص. الزيت ولات كتسوى الثمن ديال واحد خدام في الفوارم. حنا في اكادير عندنا الفوارم، اغلبيه مساكن الطبقه الكادحه فين كتخدم الفوارم، كيخدموا ب 70 درهم حتى 80 درهم. هذا جوج نصف الدار، هذا باش غيديروا المساكن، هذا جوج نصف الله، يوليو يخدموا يومين ثلاث ايام باش يشراو بوطه. هي الناس عندنا المساكن، ياك اش غيديروا مساكن؟ كيما كتزيد لينا في كلشي، وحنا الطبقه الكادحه، موظف كيشد 5000 درهم مابقاتش كافيه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، راه تقهرنا وحق الله، والدينا تقهروا، راه وحق الله، راه البلاد عزيزه ولكن راه كرهتونا فيها قسما بالله. شرب بزاف، طلعوا الهاشتاج الخوت، شرب بزاف وحق الله. الخفوش يا حسين شي عقل، غنبداو نخرجوا يوميا غنحتجوا، لان الله ياخذ فيه الحق، خلانا بالجوع حنا ولادنا. الله يبين فيه العلامه وفي دريكتو، الله يبين فيه العلامه وفي دريكتو. شفرنا، دانا المال ديالنا، المال تاع المغرب تاع خنوش، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ. وهنايا شنو اللي كتبين؟ جو سوي ديزولي بوغ هذا الكلام هذا اللي غادي نقول، كتبين انه مادام انه وزير مريح عنده كل شيء كيجيه حتى لدارو ترونكيل مع راسو،
ما كما تبع ما مقيوش هو بهذا الشيء ديال 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 زيت في البطاطا زيت في الزيت زيت سميتو كيوصلوا ما كاع ما كيعرف كاع حتى شحال شهريه. ونقدر نديرها معكم تحدي شدوا لي الوزراء كاملهم ونعطيهم بعض الاسئله والله ما يعرفوهم. هذاك الشيء علاش كيخافوا يمشيوا للاعلام جوستمون. ولكن فينا واحد الاعلام حتى هو اللي غادي يهضر اليوم مع هذه الحكومه ويعاتبها ويقول لها كلشي ضرب الطم، حكومه ضربت الطم، اعلام ضرب الطم، ايوا نبقاو كنتفرجوا في بعضياتنا. هذاك الشيء يتزاد. وهذا الشيء علاه من كيتزاد؟ كيتزاد مسكين، مازال هذاك اللي كمصور رزقه واحد الطبقه متوسطه كنقولوا راه حنا كنتعافروا مع الدنيا. ثق بيا تا هو كيضر راسي. وذاك مسكين اللي ما عندوش. ثق بيا في الطبقه المتوسطه والله تا هو كيضر راسي. يا حسين شي عقل نبداو نخرجوا يوميا غنحتجوا لان الله ياخذ فيه الحق خلانا بالجوع حنا ولادنا الله يبين فيه العلامه وفي الركسو الله يبين فيه العلامه وفي الركسو شفرنا ادانا المال ديالنا المال تاع المغرب تاع خنوش الله ياخذ فيه الحق الله ياخذ فيه الحق الله زعما هادو الى عندهم كيفاش يديروا يحسنوا الاوضاع ديال الشعب ونقصوا من الاسعار وما بغاوش يعني راه ما عندك ما تقول لهم ولا تقول لهم ديك المساله ديال خليتكم الله ولا غدا يوم القيامه نتلاقى ولا هذه عند ربي كتجتمع الخصوم هادو في الغالب ما تيامنوش بهذا الشيء هذا لان كيف يعقل ان انسان تيامن بانه الا ما دارش مزيان وما تحملش المسؤوليه مزيان غادي يتعاقب الى ما لا نهايه ورغم ذلك تيطبز للمالعين اذن الناس ما تيامنوش بداك الشيء هما من الصالح ديالهم حنايا نقول لهم ديك خلينا لكم الله يقول لك ايوا صافي خلينا الله تخلينا حتى اخوان كان الهاشتاغ لا غلاء المغرب في الغالب راه غير الملاحده هاشتاغ لا غلاء اش غادي يقول لك هادشي يقول الله يهدي ما خلق وصافي والله حتى بزاف حنا بغينا يفهموا راسهم وداك الشيء ولكن ما نعرف هادشي مات الله وصافي في واحد الدوله واحد المواطن مشى يشري البيض باش مشى يشري البيض قال لي عافاك عطاني بلاطو ديال البيض باش عطاه ليه قال لي شحال لقى بحال هذاك البيض بيضه تزاد فيها جدريان جدريان ماشي 10 دريال بحالنا لقى تزاد فيه جدريان لقى داك البلاطو ولا غالي وقال لي صافي خليه عندك نقدر نعيش بلا بيض داك الشيء اللي داروا هاد المواطن داروا المواطنين كاملين هاد الشيء بلا ما يتفقوا بلا داروا داك الشيء اللي كيسلكهم حتى واحد ما بقى كيشري البيض داك البيض بقى عندك مول الحانوت خسر جاو دوك مالي الكاميوات باش يزيدوا البيض قال لهم راه البيض اللي عندي ما بعتوش الوغ ما بقاش كيربح مول الحانوت ما بقاش كيربحوا كيبيعوا دوك الشركات خسر لهم داك البيض كامل ما لقاو ما يديروا الناس ما بقاوش كيشريو الوغ دازت واحد المده خسر لهم داك الشيء رجعوا البيض كما كان باش رجعوا المواطنين ما خداوش البيض من بعد نقصوا من البيض يعني كانوا زايدين فيه نقصوا منه باش يشريوه الناس ما شراوش الناس حتى زادوا نقصوا ليهم وطلعوا باعتذار في التلفازة على ديك الزيادة اللي زادوا عاد الناس رجعوا كيشريوا البيض كما الاول الوغ حنا لا زادوا لنا في الاسعار علاش كتشريوا داكشي علاش غتمشي تشري البيض ب 30 ريال علاش غتمشي تشري الحليب فاش غيفيد قد الحليب اصلا داك الحليب فيه غير شي 2% ديال الوقيلة ديال الحليب واللي بقى موز غاريز علاش غتشريه الحاجه ما تشريهاش الا ما شريتهاش انا وما شريهاش هذاك وما شريهاش هذاك وما شريهاش هذاك هكا كيجلسوا مع بعضياتهم غيخسر لهم داكشي وغيشوفوا شنو يديروا باش نقصوا من الاسعار يعني ما تشريوش الحاجه علاش غتشري رايبي بدرهم ونص فاش غيفيدك هذا رايبي علاش غتشري طونيك بدرهم ونص رايبي جوج دراهم ونص ماشي حتى درهم ونص علاش غتشري هادشي شنو بغيتي وعند مالين الحوانات ومالين السلعه اللي كيبيعوا السلعه الناس واي حاجه مول الكاميو كيزيد عليهم درهم ولا 10 دريال في البرودوي وهما الله يهديهم نساو بان دوك الناس اللي كيتعاملوا معاهم راهم خوتهم الله يهديهم كيزيدوا على الناس 3 دراهم 4 دراهم هو زاد عليا حتى انا نزيد على الناس راه حشومه هادوك الناس اللي كتزيدوا عليهم راهم خوتكم الا كنتي انت كتبيع واحد الحاجه مول الحانوت غتاخذ من عندك السلعه راك ضروري ما غتحتاج شي حاجه تمشي تاخذها من بلاصه اخرى الوغ راه انت كتزيد على راسك قبل ما كتزيد على الناس راه هذا هو السلاح الوحيد راه السلاح الوحيد باش تقدروا انهم يعاودوا يرجعوا لكم الاسعار نورمال هو انكم ما تاخذوا حتى شي حاجه تزادت ولا درتها انا وانت 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 ودار كل واحد راه داكشي ما غيخسر ليهم باش غيخسر ليهم تما كاين هذيك الساعه بزز منه ما يهبطوا الاسعار هذا هو السلاح الوحيد اللي عندكم هذا الشيء وتهضروا على حقكم شي حاجه اخرى راها ما كايناش
الوغ الا جيت انا وانت ونجيو اي حاجه يزيدوا فيها غناخذوا راه غيبقاو غاديين وكيزيدوا علينا. خوتي دابا حنا واش في الاخره واش تنتحاسبوا دابا صافي ياك؟ كلشي جهل كلشي تيبكي كلشي ممكن نكون ندخل للحبس المغني ندخل للحبس طلقوا دخلوا وحنا دخلنا للحبس حتى حنا تزادوا في كلشي الفاني التوفيت السبرجيلات صاني كروه الصاد ولا تيجي في الصاد الصاد ولا الصاد صافي الصاد